هنا في البلدة القديمة لكل واحد من الأزقة الضيقة هذه حكاية وتاريخ مع متاهة السلام والصراع قديمة تقادم الحجارة هذه، ومع دخول أحجية جديدة بشر بها البيت الأبيض تحت عنوان صفقة القرن، تساؤل أي سلام يطل من العيون المقدسية، كل بلغته عبرية كانت أم عربية، وهم يتابعون زيارة نتنياهو للولايات المتحدة. فهل تعيد قمة البيت الأبيض الحياة لحل الدولتين أم تحكم إغلاق نافذة الحل التي أرهقت الطرفين؟ كل من يعيش بين هذه الأزقة تشرب من حضارتها وعبق تاريخها، وأينما يذهب نظرك تجد عربا ويهودا يعيشون ويتعايشون ويتكيفون مع واقع مدينة القدس. نعمان بائع كعك منذ 40 عاما، وهو يبيع الناس مع كل كعكة قصة سلام جديدة. كل من بيحب السلام، فهذه السلام سلام من منبع القلب وليس من الكلام، ونحن خسرنا المرحوم رابين، كان بده يعمل السلام. بنادي لكل إسرائيلي محب للسلام، فإذا كنت أنا لا أريد السلام، لا أريد السلام لأولادي كمان، بس أنا أريد السلام لكل الناس، أن يعيشوا بكرامة ويعيشوا بمحبة. هنا جدعون يعيش منذ عام 67، أي السنة التي سيطرت عليها إسرائيل على القدس. في مقابله يعمل أحمد على هذا التراكتور طالبا الرزق ومنتظرا حلم الدولة الفلسطينية. كلام فاضي، وصلهم حرين، هم مشكلتهم إلهم، شو مش بخص الشعب. الشعب الله يكون بعونه، الشعب هي رايحة على الشعب، ولا الوزراء وكله مدبر حاله، إلا إحنا الماكلين زفت، بس الشعب الماكل هوا. في سلام بيكون السلام؟ لا ما. ليش؟ من بلو بدو العلم كان بين اليهود والعرب حرب لطول حياة، فيش ولا واحد إنه الله بس لحاله بيعمل سلام في الدنيا. بين بني آدم في السلام. جدعون يعتقد أن لا سلام ممكن بين العرب واليهود، لكن ما نراه الآن من مشهد مليء بأجواء بعيدة تماما عن منغصات العيش في أرض اعتاد أهلها التعايش مع المكدرات. هذا هو الحال داخل أسوار البلدة القديمة، تنافر ومحبة وتآخ وعداء. أما في هذه المستوطنة حيث يعيش إلال، أمله بالسلام معقودة كما يقول على المبادرات الأمريكية. أعتقد أن كل اجتماع مع ترامب هو مهم جدا ويوضح متانة العلاقات معنا. من الصعب جدا أن نتوقع ما قد يحصل في الشرق الأوسط. أنا لست متفائل لأن هذا الصراع معقد. نحن بحاجة للوصول إلى تفاهم مع الفلسطينيين. أنصار السلام رغم تباين رؤاهم لا يزالون يحلمون بالتسوية التي لا تزال تعاني من جمود مرضي، وبل وفق البعض موت سريري بكل ما يعنيه ذلك من تبعات على صعيد عدم الاستقرار المزدوج في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية. من القدس لليوم على الحرة، مرام مصلح.